كابتن شريف، الف مبروك. يعني نتيجه توقعناها الشوط الاول ونفذها الاهلي الشوط الثاني. طلبناها في الهاف تايم وكل اللعيبه وانا وبلال واسامه عادل قال الهدوء مطلوب، الهدوء والحاجات دي في انهاء الهجمه. انت قلت عايزين ننهي الهجمه بهدوء وكده. فكان واضح من اول مباراه ان في لعيبه ما بتلعبش اساسيه وكان عندها فرصه النهارده ان هم يبقوا موجودين في الملعب. الملعب وحشهم كويس؟ على كلامك انت واللي بتنوي عنه تاني هاف تايم فعلا اللعيبه دي اتحركت جيد جدا، اتعاملوا مع الكوره خاصه في منطقه الجزاء التعامل اللي احنا كنا بنتمناه في الشوط الاولاني اللي احنا اهدرنا فيه 3-4 فرص، اتعاملوا فيه بامتياز في الشوط الثاني. اللعيبه شافت بعض، اللعيبه اتحركت لبعض، وعندما يتحرك لعيب النادي الاهلي اعتقد ان الفوارق الفنيه بتفرق مع اي فرقه بيلعبوها. يعني الاهداف اللي جت وشكل الاهداف لو هنبقى نحللها مع بعض بعد كده هتلاقي ضربه ثابته احمد عبد القادر بيجي من ناحيه الشمال يقطع محدش شايفه خالص شادو كده تتلعب له من قفشه وهي جايه يستلمها ويروح باعتها يجيب الهدف التعزيز اللي انا وانت ومصر والاهلاويه والجماهير بتدور عليه النهارده. احنا ليه بنتكلم على المباراه دي مهمه؟ لان يعني كل ما بناخد بطوله يا ايمن بنيجي نلعب ماتش نتعادل، يا بنلعب ماتش ما بنعرفش نعدي الفرحه. بس انا ما كنتش قلقان صراحه. انت مش قلقان عشان اخر الفرقه اللي انت بتلعبها النهارده اخر فرقه في الدوري او ولكن الكره ما فيهاش كده. انا شايف فرقه فاتحه خطوطها معايا وبتلعب وعندها وجود في ال 18 وعندها اول هاف تايم كام كره بالعرض، ممكن الكره فيها توفيق وعدم توفيق وممكن تخبط معاك انت وتقلب عليك الترابيزه ونقول الله واحنا كل ما ناخد بطوله هنيجي نتعرقل او نيجي نقع في الماتش اللي بعده. لا النهارده الحمد لله ما حصلش. ما حصلش ليه؟ لان لما دخلوا في الهاف تايم اكيد ها حصل كلام من اللي تنوه عنه هنا في الاستوديو. اول هاف تايم اخترنا 3-4 كور كده قلنا لو في هدوء كانت بقت اهداف، ولكن كان في واحده مشابهه للي حصل تاني تايم اللي هي كانت محمد طاهر اول هاف تايم لو تفتكر اللي راح متصلحها له راح قطع لم بيمينه وراح حاططها بشماله جت في صدر الجون ورد التاني. هي دي كانت من احد الحاجات اللي هي تاني هاف تايم اتعملت اللي راح قفشه موه ومرقص ومرجع لطاهر وطاهر جاي بيتحرك زي الصاروخ يا دوب بتحط بطن رجلك كده بتروح طلقه خدت ايد الجون ودخلت كويس. فهي دي الحاجات الايجابيات النهارده الجميله اللي حصلت في الملعب ان اللاعب اللي وحشه الملعب والجماهير بتندى عليه وعايزاه يرجع للفورمه حصل. مين هو؟ عبد القادر نمره واحد، نمره اتنين طاهر، والاتنين كانوا في احتياج للهدفين دول والحاله النفسيه وعودتهم الملعب لان دي لعيبه عندها كوره. والفرق بين وانت قاعد بره على الدكه وانت جوه الملعب فرق كبير جدا. انت فاكر احنا كنا يجوا عايزين على ايامنا احنا ما كانش فيه فلوس يعني انما عشان يضايقني كان يعمل ايه؟ يحطني احتياطي ويلاعب ايمن شوقي. ايمن شوقي انا بقى اتجنن. ايه ايمن شوقي بقى اللي نزل عليا ده ها وانا قاعد بره؟ ايوه صح، يبقى انت اللي كنت بتدعي عليا. اوحش حاجه انك انت تخلي لعيب الكوره بره. ايوه لا لعيب الكوره النهارده جوه المفروض لعيب الكوره الظروف والدنيا والملعب والبطولات بتفرز ليك ايجابيات تانية. بقى افشل الحاوي حاوي النهارده وبيلعب وعنده مزاج وبيلعب ويطلع ده ويدخل ده ويخلي اللي حواليه يتحركوا. محمد شريف النهارده عمل كل حاجه الا انه جاب جول. يعني على الشكل كده الفتره اللي اهتزت فيه الحكايه عنده كان هو وقفش انا يعني بتيم كروش في الاثنين دول بصراحه يعني. فانما النهارده ايه عنده سبرنت وعنده حاله بدنيه. ده غير حاله بدنيه لو اتكلمنا عنها الفرقه كلها في حاله بدنيه جيده جدا. جري 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 مفيش مشاكل، واحد بيتضرب تلاقي الثاني بيعوض. عندهم روح للعب وروح للاداء بتوصلك للثلاث اهداف النهارده. وان كان الناس تيجي تتكلم على حرس الحدود دايما يقول لك لا دي فرقه على قدها.
انا مش شايف دي فرقه على قدها، انا شايف دي فرقه ما نظمتش نفسها من اول البطوله على انها تقدر تخرج بنتائج جيده بالنسبه لها، ما تخرجش على طول بهزايم هزايم يعني تبقى في الموقف ده. انا مش شايف الفرقه دي بالسوء ده، لا ده في فرق انا شايفها عندها ابنات اكتر منها، ها مش زيهم الحقيقه، اقل منهم كتير قوي يعني. احنا بنلعب فرق تانية انما عندهم التانيين ايه، تنظيم واحترام للخصم ونص ملعب ويحاولوا يطلعوا منك واحد واحد ويطلعوا من فرقه هنا اتنين واحد، وعندهم مواجبه كده ها، ان هم يبقوا موجودين بعيد عن اخر ثلاثه. ايوه بس ما انا عايز اقول لك حاجه، ما هو ماشي انت تلعب كويس بس ما بتكسبش، ما هو ده التنظيم، التنظيم اللي انا بقول لك عليه ما عندهم، ولكن عندهم كميه كم من لعيبه، عندهم سبرنتات وعندهم شوتينج وعندهم عرضيات، ما هم رايحين على الجون عندنا فاتحين الحكايه وبالراس والكره من جنب العرض عندنا والشوطه من بره، عندهم مقومات ان هم يبقوا موجودين، بس ظروف السنه دي خلاص يعني مش معاهم. هم قبل كده نزلوا وطلعوا ونزلوا يعني مش اول مره ينزلوا ويطلعوا، وفي فرق وخاصه الجيش والحاجات دي بيبقى فيه اهتمامات بالنسبه لهم السنه دي، عايزينهم يعني انا عايزهم يبقوا موجودين، بلعب على اساسهم وبدعمهم وبجيب لهم كل الاحتياجات ان هم يبقوا موجودين. وفي فرق بيقول لك انت ونفسك يعني هات نفسك، لو انت موجود اهلا وسهلا، مش موجود ما احنا مش هتفرق معانا قوي، انت السنه الجايه ان شاء الله يبقى لك حظ وتبقى موجود. ف فرقه حرس الحدود النهارده انا شايفها فاتحه الجيم، عامله الاساسيات كلها، كل العبء وكل الحكايه كانت على النادي الاهلي، لان حرس الحدود هيخسر ايه النهارده؟ هو كل اللي هيعمله يا اما ياخد بونت من النادي الاهلي او نقطه ومش هتعمل له اي حاجه، ولكن زي ما انتوا كلكم شرحتوا في الاول الحقيقه اللعيبه دي للعرض النهارده، يعني كلنا حاطين عينينا النهارده على مصطفى زيكو. انا حاطط عيني مثلا على ايمانويل ديفيد. ايوه كويس؟ في ناس تانية قاعدين بتتفرج، مين اللي نقدر نطلع بيه من الفرقه دي؟ ما الفرقه دي هتنزل يعني، بس احنا ممكن في فرق تانية تقدر تستفيد باللعيبه دي، ان لعيب زي مصطفى زيكو مش هيلعب درجه تانية، المفروض يروح في حته كويسه يعني، وفي كذا لعيبه عندهم الحقيقه يقدر يكون حتى من الناس البدلاء اللي لعبت يعني. فالاهلي النهارده خد الحكايه جد جدا، التغييرات اللي حصلت والتدعيم اللي احنا كلنا اتفقنا عليه في الهاف تايم، قلنا ايه؟ لازم يكون في لاعب في نص الملعب ديفندر ضابط لايقاع الشكل الهجومي للعيبه القفشه وللقندوسي. تمنياتنا كلنا للقندوسي ان هو يكون داخل جوه الحكايه اكتر من كده، فاهم قصه النادي الاهلي. يمكن في لعيب كده يقول لك ايه؟ انا جاي من بيتنا بلعب وجاي على حته تانية ما بلعبش، فتلاقيه بينزل بيتاخر شويه. شايف ان ما عندوش شانس كبير قوي، نص الملعب مليان، تحس كده انه مش هو نفسيا مش مبسوط، حتى لما بياخد يقول لك ما هو ما بيريح الفرقه جافه بيديني. اللعيب كره فاهم يعني، مش ما بقاش فاهم. فاحنا شايفين ان هو عنده امكانيات كويسه جدا، يقدر يطور نفسه ويقدر يخش زي ما اللعيبه اللي انا كلمتك عنها النهارده، طاهر النهارده رجع، عبد القادر بقى موجود، لازم القندوسي يبقى بنفس الشكل والمساواه في الفكر يعني. والنادي الاهلي الفكر بتاعه انك انت تجري معاه، تركب القطر معاه يعني، ما تفكرش ها تسرح في حته تانية، ما تسرحش، القطر ماشي صحيح. اي حد لازم يركب معايا القطر ويطير بيا، وتسيبني انا بقى ايه، انزلك المحطه دي، اطلعك، اوصلك هنا، ادخلك هنا، انت كل عليك تتمرن وتديني الكره اللي عندك. هو ده الشكل الاحترافي. احنا بقينا بنتحاسب دلوقتي على المحترفين كلهم، انا النهارده عايز اجيب ده واجيب ده واجيب ده، وعندي ناس بتطلع من عندي رايحه في حته تانية، وبترجم وبعمل الكلام، مؤسسه شغاله على الحفاظ على البطولات اللي بتحصل دي كلها. فالحمد لله، مش عايز اتكلم بقى اكتر من كده، الحمد لله على كل الشكل اللي حصل النهارده، مبروك عليا عوده اللعيبه دي ونفسيه اللعيبه اللي هي في ارتفاع دي. فاحنا من ماتش لماتش باذن الله، زي ما اسامه بيقول الماتش بينه وبين عادل، اسامه بيقول لك احنا خدنا الدوري، وعادل بيقول لك لا لسه، والحقيقه في الارض ان احنا فعلا لسه ما خدناش الدوري، كل مكسب بيحصل بيقربنا بغرار هذه الامور. ان شاء الله خدنا ان شاء الله ربنا باذن الله هيكون باذن الله نبارك لبعض البطوله الخامسه، اعتقد البطوله الخامسه السنه دي ان شاء الله ربنا باذن الله ان شاء الله.